قضيه الصادرات خارج المحروقات. احنا تكلمنا في كل لقاءاتنا مع السيد رئيس الجمهوريه ومع حتى المواطنين ومع الصحافه، قلنا باللي الحمد لله لاول مره في التاريخ ان الجزائر عرفت ان بيك في صادراتها الى 7 مليار دولار السنه الماضيه، السنه ما قبل الماضيه عرفنا ان بيك. اذا حلينا طريق، حلينا، لقينا الشفره، وجدنا الشفره اننا نقدر نصدر. ما قلناش باللي حتى 2022 درنا 7 مليار دولار، 2023 انخفضت نوعا ما نسبه الصادرات. لماذا؟ لانه في عده معطيات اقتصاديه علميه وتقنيه وحتى ماليه. اليوم الاسعار تعرف بعد جائحه كورونا والحرب الروسيه الاوكرانيه، تعرف السوق الدوليه تعرف استقرار في بعض المواد، كان ارتفاع في بعض المواد لكن كان استقرار في مواد كثيره. الجزائر كانت تصدر الفوسفات، تصدر الكثير من المواد الطازجه، من الخضر، من الفواكه. في جائحه كورونا كانت الاسعار مرتفعه جدا. اذا السنه الماضيه اذا كان لاحظتوا نسبه او حجم الصادرات لم ينخفض بل ازداد، لكن قيمتها انخفضت لان اسعارها في السوق الدوليه عرفت انخفاض. لي زونغري فقدوا حوالي 40% من قيمتهم في السوق الدوليه. اذا الصادرات وحجمها مرتفع ومتزايد ومتطارد في الارتفاع، الا ان الاسعار تعرف انخفاض واستقرار على المستوى الدولي. اذا السنه الماضيه عرفنا انخفاض في رقم او في الشيفر دافا في القيمه، عرفنا فيها انخفاض، لكن عرفنا زياده في الحجم وهي موجوده على مستوى كل يعني دواوين الدوله التي هي معنيه بالاحصاء ورصد السوق الدوليه.